طوابير من الصفوف على محلات بيع حلويات رمضان، ومواطنون يقبلون على شراء الزلابية والمخارق بعد غلق دام لعشرة أيام منذ انطلاق شهر الصيام، ينتظرون لدقائق تحت أشعة الشمس، منهم من اتبع في ذلك وسائل الوقاية ومنهم من لم يعطها اهتماما. هكتشف في الكمامة وهكتشف في صفا لباس، وإن شاء الله ربي ييسر. تم شوية وقاية وكل شيء، ولكن ستر الله. أصحاب هذه المحلات وأمام هذا الإقبال المكثف من المواطنين يسعون إلى التقيد بإجراءات الحماية وتوفير الكميات المطلوبة للحرفاء، خاصة أمام التأخر في العمل لهذا الشهر نتيجة الحجر الصحي الشامل ومن جر عنه من تبعات على مهنتهم. افتحنا الحلويات بما أن عندنا محل زي الناس الكل، يلزمنا نحله، ما نجموش أن نتخلفوا على العمل متاعنا وبقاها بالنسبة لرمضان السنة. ما عاد فيه حتى كيف الحق متاع ربي، لكن الواحد يشارك باللي كانت. شوفي معناها ثم شوي فوضى، شوي اكتظاظ، شوي كذا، ونقص في السلعة، فماش منو نقص في الافكتيف زاد، ما فماش، خاطر ما عندناش معناها عمال بزايد محكوم فينا. لازمك عندك خمسه سته خدامك اهو، قبل عندنا عدد على الاقل الكافي، واش الافكتيف نقص شوي. هاك تشوف فينا مع الحل الوضعيه معناها فما شويه تعب. انواع مختلفه من الحلويات التقليديه المميزه لشهر الصيام تسيل لعاب المستهلك، مستهلك لم يحد الحجر الصحي من لهفته على شراء زلابيا والمخارق والجريوش وغيرها، فهل سيتم أمام هذه اللهفة تطبيق قوانين العملية لهذه المهن بحسب أرقام بطاقات التعريف كما تم التنصيص عليها؟